بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد في الأسبوع التاسع للحديث عن الموضوعات المتعلقة بهذا الأسبوع طلابي، والتي ستكون على النحو الآتي بعنوان أطفال الشوارع، ومن ثم الحديث عن المخدرات وعن أثر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبعد ذلك سيكون لنا حديث عن الطلاق وأنواعه، وبعدها سيكون لنا حديث عن موضوع كتابة مقالة للموضوعات السابقة الذكر من 280 كلمة بإذن الله. طلابي، موضوع أطفال الشوارع هو من الموضوعات المهمة، وعندما نقول من الموضوعات المهمة يجب علينا بداية أن نحدد ما معنى أطفال شوارع. وعادة هم يكونون أطفال تحت سن 18، وهم الذين يعيشون بلا مأوى ويقضون ساعات طويلة من يومهم في المساحات والساحات العامة، وينتشرون في الكرة الأرضية من الناحية الجنوبية، وبشكل عام هي من المناطق النامية، وتشكل حقوق الطفل الشغل الشاغل للعالم أجمع، ليس لكونه إنسان بالدرجة الأولى كغيره من الفئات العمرية له حقوق، بل لكونه يقع في فئة عمرية تحتاج للعناية والرعاية وتوفير كافة الحقوق له. إذا صح التعبير طلابي عن أطفال الشوارع، كلكم تقفون في الإشارات الضوئية وغيرها، تجدون من يتقدم ليتسول، من يبيع لك بعض الأمور بمبلغ زهيد، وهؤلاء هم يعيشون بهذه المناطق التي ذكرناها. أما فيما يتعلق بالموضوع الآخر والمطروح في خلال هذا الأسبوع، هو المخدرات وأثرها على المجتمع وعلى الفرد، ما هي الأسباب، ما هي الآثار، وكيفية العلاج. سنتحدث عن أعراض إدمان المخدرات، وسيكون لنا حديث أيضا عن الآثار لمضاعفة إدمان المخدرات، كما أنه سيكون لنا حديث طلابي عن موضوع الطلاق، ما هي أنواعه، ما هي أشكال الطلاق، كيف يقع، وما هي يعني هل الطلاق ضروري في المجتمع إلى حد ما، أم أن هناك علامات واستفهامات على موضوع الطلاق في المجتمع الأردني. وقلنا بأن الطلاق ينقسم إلى عدة موضوعات أو عدة أقسام، منها الطلاق البائن بينونة صغرى، الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة كبرى. بعد ذلك طلابي ستنتقلون لكتابة مقالة، وهذه المقالة مكونة من 240 إلى 280 كلمة، ستكتبون فيها مقالة من مقدمة وعرض وخاتمة على الموضوعات المطروحة سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع سابق الذكر، كالزواج والخطبة وغيرها من الموضوعات. هذا طلابي مجمل الحديث بحول الله خلال هذا الأسبوع، راجيا لكم أن تكونوا بأفضل حال، وإذا كان لديكم أي استفسارات عن الموضوعات المطروحة، الرجاء منكم التواصل من خلال إيميل المدرسة. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم طلابي الأعزاء.